الرئيس السيسي يؤكد أن مصر بنت سياجا متينا من القوة والوعي حصلت به شعبها بدعم من جيشها. الرئيس السيسي يؤكد قوة إرادة الدولة المصرية لاستمرار الجهود للارتقاء بحياة المواطن. والجيش اللبناني يعلن بدء إعادة فتح الطرق المغلقة بسبب الاحتجاجات. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا ومرحبا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيرة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم. جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بعنوان لولاهم ما كنا هنا. احنا كلنا متأثرين بالموقف ومتأثرين بكلام كل أسرة شهيد تكلم تقول وألمهم احنا مش هنقدر مهما عملنا نخفف عنه. لكن أنا عايز أقول لكم حاجة واحدة، أنا أتصور إن سيرة الشهيد بتقول لنا حاجة واحدة بس، وتلاقوني بكررها كتير، خلي بالكم من بلدكم. الناس دي راحت عند ربنا سبحانه وتعالى وقدمت دمها عشان احنا البلد دي تعيش بخير، أصحابها وأهلها اللي هم احنا اللي موجودين يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وما يخربوهاش، وإلا يبقى كل تضحية اتقدمت من 7 سنين أو 8 سنين دلوقتي تبقى ما كانتش في مكانها. لما طلبت تغيير الواقع اللي كان موجود، احنا قلنا ان فوضونا في مكافحة الارهاب والناس ما كانتش يعني مقدرة ان احنا بالاجراء اللي اتعمل في 2013 هيكون ثمنه كبير قوي على شعب مصر. شعب مصر، ما هو الجيش شعب مصر والشرطة شعب مصر، وكل إنسان بيضحي من أجلها من مصر من شعبها. فأنا أتصور أن العنوان والرسالة اللي أنا ممكن كإنسان مصري أتلقاها من سيرة الشهيد والمصاب كمان، أنه التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة، يبقى محدش ابدا يتصور انه ممكن في سبب يخليه يعني يضيع الدوله. واكد الرئيس ان يوم الشهيد تتلاحم فيه تضحيات ابناء الوطن مع مفاخر مجدهم، مشيرا الى انه يوم من اعظم الايام خلودا في تاريخ مصر. في يوم تتلاقى فيه تضحيات ابناء الوطن مع مفاخر مجدهم، يوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ أمتنا، وهو يوم الشهيد. نلتقي هنا لنتذكر معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وبأرواحهم ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدي بها أجيال تأتي من بعدهم تسير على خطاهم وتقتدي برحلة كفاحهم، وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، وإنما الحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحية. وما حققه أبناء مصر على امتداد تاريخها الوطني إنما يؤكد أن أرضها المقدسة لا يمكن أن تنضب أبداً من الأبطال. وكما كان الماضي زاخراً بأمجاد الأجداد، فإن الحاضر أيضاً يأتي مصحوباً بإنجازات الأحفاد. فما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه
إجلالا واحتراما، وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم. وهنا لابد أن أشير ومن موقع المسؤولية إلى أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن، ما كان يمكن توفير المناخ الآمن والمستقر لمصر. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، موضحا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سيبقى خالدا في الذاكرة. ونحن نتحدث عن تضحيات أبناء الوطن جميعا، أن أغفل الدور الكبير والمتعاظم الذي يؤديه بكل تفان وإخلاص أبناؤنا الذين يعملون في المجال الطبي لمحاربة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم كله. فما يقوم به هؤلاء الأبطال من جهد كبير لتوفير الراحة والطمأنينة للمرضى سيبقى خالدا في ذاكرة شعبنا. كما أوجه تحية خالصة خاصة للحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة على ما تقوم به من أداء متميز ضربت به المثل في قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات الجائحة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن العالم شهد خلال العقد الأخير أحداثا جساما غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار وانتهكت سيادة تلك الدول، وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها، إلا أن مصر فطنت لكل هذه الأحداث والتطورات فبنت سياجا متينا من القوة والوعي والإدراك حصنت به شعبها بدعم من جيشها. ليس خافيا على أحد أن العالم قد شهد خلال العقد الأخير أحداثا غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار، مما أحدث جرحا غائرا في صدر مفهوم الدولة الوطنية. من الصعب أن يلتئم أو تعود تلك الدول إلى سابق عهدها في المستقبل القريب. وكانت المنطقة التي نعيش فيها هي بؤرة كل هذه الأحداث، فاندلعت شرارة التخريب والتدمير وانتهكت سيادة تلك الدول، وأصبح قرارها الوطني يتخذه غيرها. وقد فطنت مصر لكل هذه الأحداث والتطورات فبنت سياجا متينا من القوة والوعي والإدراك حصنت به شعبها بدعم من جيشها صاحب العقيدة الوطنية التي تربى عليها، وهي الولاء المطلق للأرض، أرض مصر وشعب مصر. وقال الرئيس السيسي أن هناك مساعي جادة لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، مشددا على أن أي تعد على الأراضي الزراعية سيفقد البلاد منتجات تلك الأراضي، فضلا عن فقدان فرص العمل للمواطنين. أتصور أن احنا دلوقتي أن احنا محتاجين نخلي بالنا ونحرص على كل فدان أرض وإيرات أرض زراعية ما يتمش نتعدى عليه. كلنا ننتبه لكده، أجهزة الدولة، مؤسساتها يعني. وبالمناسبة مش بالتشريعات بس الأمور بتبقى كده، يعني مش بالقوانين، والقوانين موجودة برضو، لا بفهمنا إن احنا برضو زي ما قلت كده في بداية الكلام، لما كلنا تأثرنا وبنتأثر بالشهداء اللي قدموا أرواحهم ودمائهم بنقول لهم حافظوا على مصر. ما هو الحفاظ على مصر ده جزء منه اللي أنا بتكلم فيه ده. مش عايز أطيل عليكم، لكن عايز أطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا بنسير بخطى ثابتة ومستقرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم، بفضل كل المصريين هنستكمل ونكمل. ولازم بفضل الله نغير واقعنا إلى أفضل،
أفضل كثيرا كمان، أفضل كثيرا. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستشهد ميلاد جمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مدن جديدة من أسوان إلى العالمين الجديدة. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، ميلاد دولة جديدة، إعلان جمهورية تانية، إعلان جمهورية تانية بافتتاح العاصمة وانتقال الحكومة للمقر ده، وإحنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني. فأرجو إن إحنا نستعد مفكرين، مثقفين، فنانين لهذا الحدث الكبير اللي هيتم، واللي أنتوا لما هتشوفوه وإن شاء الله وإحنا بنفتتح من أول أسوان لغاية العالمين والمنصورة الجديدة ورشيد وطبعاً العاصمة، الموضوع مش مباني بس، لا ده تطور كبير أوي إحنا بنعمله. وبقول تاني هنعلن فيه إن شاء الله إعلان الجمهورية الجديدة. هذا وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بتكريم أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة. وقال الرئيس عبر صفحتيه بموقعي فيسبوك وتويتر إن ما قدمه أبطال القوات المسلحة سيظل محفورا في ذاكرة مصر وشعبها، مضيفا أنهم وأسرهم في عقل وقلب الوطن دائما وأبدا. هذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر في أرض مصر والساهرين على حفظ مقدراتها وأمنها واستقرارها. وخلال لقائه قادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية 33 بمناسبة يوم الشهيد بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أكد الرئيس قوة وصلابة إرادة الدولة المصرية لاستمرار الجهود ومواصلة العمل ليل نهار من أجل تغيير الواقع والارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المجالات. وفي شأن آخر أكد الرئيس حرص مصر على إيجاد نهاية للصراع في ليبيا. بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، عقدت القوات المسلحة المصرية الندوة التثقيفية 33، حيث حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الالتقاء بقادة وضباط وجنود القوات المسلحة. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا من أجل بقاء وطننا الغالي مصر، وأدار سيادته حوارا مفتوحا مع الحضور استعرض خلاله موقف مصر الثابت والمتوازن من كافة القضايا المختلفة المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجه الدولة المصرية. وأشار السيد الرئيس إلى عمق العلاقات المصرية الخليجية. العلاقات مع الأشقاء العرب من مصر وهي علاقات تاريخية وممتدة عبر تاريخنا كله، وبالتالي الحرص على أن العلاقات دي تبقى مستقرة ومتطورة وتاخد يعني قوة دفع في كل فرصة أو كل مناسبة نقدر نحققها، إحنا بنسعى لكده. سياستنا في مصر هي سياسة انفتاح واعتدال وتوازن شديد مع كل أشقائنا العرب، سواء كنا متفقين أو حتى لو اختلفنا، ده النهج بتاعنا اللي احنا حريصين عليه. هنا في المرحلة دي في الوقت ده لازم أوجه دائما ولا ننسى إن احنا نقدم الشكر والتقدير والاحترام لأشقائنا في الخليج على وقفتهم مع مصر في ظرف من أصعب الظروف اللي مرت بيها في العصر الحديث. وعشان كده بنقول دائما إن أمن الخليج وأمننا هو أمن قومي لنا احنا الاثنين، يعني أمن الخليج لا يتجزأ عن أمننا القومي، ودي مش عبارات احنا بنقولها،
لا ده كلام، احنا ده منهج ودي استراتيجية ودي ثوابت السياسة المصرية ما تغيرتش تجاه المنطقة العربية كلها، الدول العربية كلها. وحول قضية سد النهضة وفيما يخص العلاقات المصرية السودانية، أكد السيد الرئيس على طبعا أنتوا عارفين أن احنا بيربطنا أواصر عميقة جدا وممتدة جدا عبر التاريخ بامتداد نهر النيل اللي بيمر عبر الأراضي السودانية قبل ما بيجينا. فاحنا حرصين على العلاقة وحرصين على تطويرها وحرصين على أمن واستقرار السودان. السودان بيمر بمرحلة انتقالية مهمة، كل الدعم اللي ممكن نقدمه احنا هنقدمه لأشقائنا حتى يعبروا هذه المرحلة. طب سد النهضة، نهر النيل هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان، واحنا دايما بنقول في هذا الموضوع عشان انا اتصور ان الرسالة اللي ممكن تبقى طلع مننا ان احنا بنقول ان احنا عايزين تفاوض يصل بينا الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. بالمناسبة سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدا لأشقائنا في أثيوبيا، يعني هو مهما قدم في هذا الموضوع فأشقائنا في أثيوبيا استفادوا ويستفيدوا من هذا الموضوع، وإحنا مش رافضين ده. وشوفوا إحنا دايما كلامنا كلام هادي وما فيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر كتير من أي شكل من أشكال أو سبب من أسباب الخلاف، وبالتالي إحنا مصرين على أن إحنا نستمر في تفاوضنا. وتفاوضنا طبعا مش بلا نهاية، لا تفاوضنا إحنا بنتكلم على أن إحنا يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد ويبقى الكل رابح. كما أكد سيادته على الموقف المصري من الملف الليبي. مهم أوي أن أنتوا تعرفوا كلكم، رغم أن إحنا لدينا قوات مسلحة هي تعتبر من أقوى القوات الموجودة في المنطقة، ولكن هو استخدامنا للقوة استخدام دايما متوازن ورشيد ودايما بيهدف إلى حماية أمننا القومي وحدودنا وحماية الاستقرار للدولة المصرية. إحنا كنا شايفين أن ممكن الأمور إذا استمرت في ليبيا بهذا الشكل وإن إحنا ما نوجهش رسالة قوية بأهمية توقف الأنشطة اللي بين الأشقاء في ليبيا، فكنا لابد إن إحنا نقول الخط اللي توقفت عليه القوات الغربية والشرقية ده خط لا يجب تجاوزه، لأن إحنا عايزين نوجد نهاية للصراع في ليبيا ونتمنى إن يبقى في نهاية للصراع في كل المناطق اللي في المنطقة عندنا. طب هل النتائج اللي اتحققت طيبة؟ أتصور أن أنتوا شايفين دلوقتي أن مجلس النواب في ليبيا البرلمان بيناقش الحكومة اللي هتقوم بدور بواسطة دولة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة اللي هو بيقدم الأسماء ديت للبرلمان للتصديق عليها، واللي هي هتقوم خلال فترة عملها بإعادة يعني ضبط الموقف في ليبيا سياسيا وأمنيا واقتصاديا والإعداد للمرحلة الجديدة اللي هي مرحلة الانتخابات تسلم فيها ليبيا إلى قيادة ينتخبها الشعب الليبي بإرادته، ويبقى كده نهاية فصل من الصراع استمر تقريبا 10 سنين ولا أكتر، وبداية فصل آخر إن شاء الله نتمنى لهم فيه التوفيق ونحن معهم، لأن احنا بنعتبر برضو أن ليبيا أمنها القومي من أمننا، استقرارها من استقرارنا. كما استعرض سيادته مختلف الآراء والاستفسارات مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها عازمة على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري. وإحنا تصدينا الأمر لم يتصدى له أحد. أنا بقول لكم كلام والمسؤولين اللي في الدولة يعلموا كويس قوي أن التصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنين بمبلغ قوامه من 500 ل 600 مليار جنيه في 3 سنوات عشان نغير حياة الناس ونحسنها، ده أمر ما صدقوني
كان مخطط له 10 و15 سنة. الرسالة اللي أنا عايز أقولها من خلالكم لكل المصريين، بمعدلات النمو السكاني ده مش ممكن، صدقوني مش هنقدر. أنت النهاردة بتتكلم على 1,000,000 إنسان بيتولدوا وعايزين يتولد لهم فرص عمل، عايزين لهم فرصة عمل كل سنة. طب إزاي هتشغل 1,000,000 كل سنة؟ مفيش حل صدقوني في كل الجهود اللي احنا بنعملها دي غير تنظيم النسل في مصر. طب العدد كام؟ الحكومة بتقول 1.6 1.8 1.9، أنا بقول لكم لا، 400,000. عايزين تحققوا لشعبكم، لنفسكم، لأولادكم، لوطنكم مستقبل براق، احنا محتاجين نثبت نمو سكاننا 400,000 لمدة 10 سنين على الأقل. وفي ختام اللقاء وجه السيد الرئيس التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المرابطين على كل شبر من أرض الوطن. أنا سعيد بلقائكم وسعيد أن تحدثت معكم، شكرين. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزراء الخارجية سوف يناقشون تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قدما بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة وصولا إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما سيجري الوزير خلال الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المشاركة. مشاهدينا الأعزاء، سنستكمل هذه الجولة الإخبارية لكن بعد فاصل قصير. اليوم 24 ساعة بس تحس انهم بقوا 10، بكرة يبقوا 7 4، محدش عارف. الوقت بقى غالي ما بيتقدرش بتمن، عشان ما بيرجعش، ما بيتعوضش ولا بيتبدل. مش بدري؟ وهم. الدنيا مش هتطير؟ وهم. الحياة دلوقتي وبس، لو عايز تتغير تغير، توصل توصل، تعمل فرق، هو ده الوقت. مصر النهارده بتسابق الزمن وكل شبر فيها بيتطور ويتحدث، والبريد المصري بيسابق الوقت. البريد المصري كل عراقته وتاريخه الممتد لاكثر من 150 سنه بيلعب دور مهم جدا في منظومه التحول الرقمي والشمول المالي والتجاره الالكترونيه. البريد المصري اتطور واتغير عشانك، عشان وقتك. البريد المصري ده وقته. أهلا بحضراتكم. يستأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وكان الدبيبة قد أكد في كلمة له أمام المجلس أنه ليس مرتاحا لتشكيل حكومة فيها 26 وزيرا، مشيرا لأن المحاصصة فرضت نفسها على التشكيل وأنه لم يختر سوى عضو واحد في تشكيلته الحكومية.
نفت الرئاسة العراقية تصريحات منسوبة للرئيس برهم صالح مفادها أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين. وأكدت الرئاسة العراقية في بيان لها أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن التصريح مفبرك، موضحة أن تداول هذه الأخبار يهدف إلى الإساءة وإلى إثارة الفوضى. أعلن الجيش اللبناني العمل على إعادة فتح الطرق المغلقة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى. وقال الجيش اللبناني في تغريدة على تويتر إن الوحدات العسكرية باشرت فتح الطرق المغلقة حفاظا على سلامة المواطنين بعد أيام شهدت احتجاجات واسعة على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة المحلية في ظل وضع سياسي متأزم تشهده البلاد. أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية وأدواتها. وخلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي للاطلاع على سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، أشاد هادي بالانتصارات التي تحققت وبالبطولات التي تسطرها قوات الجيش والمقاومة بهدف استكمال التحرير وإلحاق الهزيمة بقوات الحوثي. حذرت سفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود من أن استهداف الحوثيين باليمن لمنشآت نفطية بالسعودية يمثل تهديدا للمدنيين الأبرياء واعتداء على أمن الطاقة العالمية، مطالبة بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. وقالت السفيرة السعودية في بيان نشرته السفارة في واشنطن إن المملكة ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن من خلال ضبط النفس والحل السياسي، لكن على الجانب الآخر من هذا الصراع ثمة مجموعة تحركها الأيديولوجيا الإيرانية، مشيرة إلى أن الحوثيين غير مهتمين بالحوار الجاد لإنهاء الكابوس في اليمن. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. أعلنت الشرطة اليونانية أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال اشتباكات دارت في إحدى ضواحي أثينا على هامش تظاهرة شارك فيها حوالي 5000 شخص للاحتجاج على عنف الشرطة بحسب وصفهم. وأفادت وكالة فرانس بريس أن الصدامات بين المحتجين وعناصر الشرطة اندلعت عندما توجهت مجموعة إلى مركز الشرطة في منطقة نيا سيميريني الضاحية التي تعرض فيها شاب لضرب مبرح على يد شرطية. أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 117 مليون و370 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصائية فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 2,729 ألفا، حيث تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. الآن إلى وقفة مع أخبار الرياضة. يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي في 7:30 من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. الأهلي يمتلك 24 نقطة في المركز الثالث ولديه عدة مباريات مؤجلة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 16 برصيد 10 نقاط فقط. أوروبيا، بلغ بروسيا دورتموند الألمانية ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع ضيف إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي المسابقة بهدفين لمثلهما، مستفيدا من الفوز ذهابا ب3 أهداف مقابل هدفين.
سجل ثنائية دورتموند نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، أما ثنائية إشبيلية فوقع عليها النجم المغربي يوسف النصيري. هذا وانتزع بورتو البرتغالي تأهلا مثيرا من أرض يوفنتوس الإيطالي وبلغ الدور ربع النهائي رغم خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في تورينو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبحساب مجموع مباراتي الذهاب والعودة يتعادل الفريقان بأربعة أهداف لكل منهما ليحسم بورتو تأهله لربع النهائي مستفيدا من تسجيل هدفين خارج أرضه. الآن إلى أخبار الطقس. إذن يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار نهارا وبارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية جولة العاشرة صباحا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر بنت سياجا متينا من القوة والوعي حصلت به شعبها بدعم من جيشها. الرئيس السيسي يؤكد قوة إرادة الدولة المصرية لاستمرار الجهود لارتقاء بحياة المواطن. والجيش اللبناني يعلن بدء إعادة فتح الطرق المغلقة بسبب الاحتجاجات. لا يتبقى مشاهدينا سوى أن نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز الجديد 11185 ومعدل الترميز 27500 ومعامل استقطاب رأسي. الشكر لكم مني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. ألقاكم بعد قليل.